مخلوق. ومن يهتمون؟ كفار في الصالة. فأر. بن، فضائي جديد. دعني أخبرك بشيء جدي ماكس. راف لا يشارك في مثل هذه السباقات التافهة، لكن بما أنني وصلت، أوه يا، أخرج ورقة وقلما لأنني سأعلمهم كيف يتخطون الصعاب في لحظة. بن، راف سيمسك الفأر. بن، ماذا تفعل؟ راف لا يعرف، لكنه لن يترك فأرا صغيرا يهزمه وسيفوز بالمسابقة. آسف، لا، راف لا يتأسف أبداً. فليهدأ الجميع، إنها مجرد مطاردة بين فار ونمر. أنحن في أمان بكابينة المعلقين؟ من يعرف، ولكن بينما تشتت انتباه الجميع فإن المتسابقة الصغيرة تخطت أول أربعة حواجز. إن القط الفصيح يصيح. ها، تطير وتزحف كالفراشة، تتخطى العقبات كأنها تطلع السلالم، وأعتقد أنها تقفز السلالم أيضاً، ولكن ما هذا؟ يبدو أن أحدهم انضم إلى التحدي. يبدو أن الرجل النمر غاضب جدا، سيحطم المضمار ويدمر المسار. بن، انتبه، جوين على المضمار. القطة الصغيرة سنجاب طائر. رشيقة، تجعل الأمر سهلا. لا أصدق ما أراه. القطة الصغيرة تجتاز العقبة الأخيرة. لن تهرب من راف. اقتربت من خط النهاية، تشمه عن قرب. وانتصرت، فعلت القطة الصغيرة. القطة القطوطة فازت ومبسوطة. هذه حقيقة القطة. ماذا؟ دعني أخبرك بشيء يا صغير، أنا لن أغرق في شبر ماء. أتظن أنك ستهزم راف؟ النجوم أقرب إليك. جوين، كنت رائعة. أوه، شكراً، لكن سمعت ضجيجاً وأنا هل هذا بن؟ نعم، فضائي جديد. بن، ماذا تفعل؟ أنا لا أعرف بالضبط، لكن لابد أن أنتصر على الماء. ماذا يحدث لي؟ حققت بعض الإنجازات. تعال لتحمل الكأس لي. سمعت صراخاً أثناء السباق. لا أعرف، هذا الفضائي الجديد كان غاضباً جداً على كل شيء. أنا لم أكن أنا.